عبر أجيال طويلة ترددت هذه الأدعية في المعابد اليهودية، وبارك الآباء أبناءهم وحملوهم قدراً حافلاً بالإشكاليات. محاولة البحث عن واقع اليهود في الشرق العربي تصطدم بعقبات أبرزها حساسية الموضوع وانحسار الوجود اليهودي في معظم الدول العربية، ويبقى يهود المغرب نموذجاً حياً لهذا الواقع، وقد عاشوا هنا وسط تجاذبات سياسية ودينية عنيفة، معتمدين على إرث غني من المعتقدات والتقاليد الطاغية بقوة على حياتهم. ولا ننسى ارتباطهم بوطن الوعد المزعوم الذي أنشئ كيانه في فلسطين المحتلة وأصبح حلماً لكل يهودي أينما كان. فمن هم اليهود الشرقيون؟ وكيف عاشوا على مدى قرون في بيئات لا يربطهم بها رابط؟ ولماذا تقلص وجودهم إلى حد كبير اليوم في معظم الدول العربية؟ العربية المحكية هي اللغة التي يتكلمها يهود المغرب. البير الباز واحد منهم، والجميع يدعونه ببير. أعمل مع 95 أو 98% من اليهود، كما أعمل مع المسلمين أيضا. هذا تحقيق عن اجتماع العائلة كلها. على جدران محله ثلاث صور لثلاثة رموز: الملك ووالد بيبير وبابا سالي. والدي هو من أحضرها إلي، وقد توفي هنا، وكان يؤمن كثيرا بالقديسين. بابا سالي هو بالنسبة إلى يهود المغرب رمز الرجل القديس. قبل 60 عاماً كان عدد اليهود في العالمين العربي والإسلامي يقارب المليون، أما اليوم فلم يبق منهم سوى 4000، غالبيتهم في المغرب. ويتمتع اليهود المغاربة بامتيازات لم يحظى بها اليهود الآخرون في العالمين العربي والإسلامي، ما يتيح الاطلاع عن كثب إلى ما لم يعرف قبلا عن خصوصياتهم الدينية والإثنية والثقافية والتاريخية. يعيش بيبير الباز في كازابلانكا الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، والتي استقر فيها تباعا معظم أفراد الجالية اليهودية. عائلة الباز جاءت إلى هنا من مراكش، المدينة الأسطورية في الجنوب المغربي، وكان بيبير لا يزال طفلا. في تلك الأثناء كان يعيش هنا الكثيرون، وقد أتوا من بلدان الاغتراب، من كندا وأمريكا وإسرائيل وفرنسا. كما على جدران محله علق بيبير الصور الرموز على جدران منزله، حيث يعيش مع والدته سولانج النموذج الأصيل للمرأة اليهودية، وهي تتذكر جيدا مراكش حيث سكنت في الملة، الحي الذي عاش فيه اليهود والمسلمون جنبا إلى جنب. الملة كان موجودا قبلا، ولكن حين استقرينا نحن هنا كان مشتركا، كان فيه العرب وكان فيه اليهود، لكن كنا نسكن مع غالبية مسلمة وكنا سعداء، كنا على وفاق تام مع جيراننا. كان ثمة منزل يهودي وثمة منزل عربي، وكنا نعيش كالإخوة. اليوم تغيرت الأمور، وبات القلق بأشكاله المختلفة مسيطرا على حياة هذه الجماعة. إنها أمي، تريد أن تعرف إن كنا قد وصلنا أو لا. إنها تقلق كثيرا، وكلما سافرت أو غبت عن المنزل تتصل بي 2 أو 3 مرات لتعرف أين أنا.
ويقودنا بابار إلى مراكش مرتع طفولته ليعرفنا إلى جاكي كادوش رئيس الرابطة اليهودية في المدينة. كنيس جيزيل تأسس عام 1959 بعد الاستقلال بثلاث سنوات في حي كان للفرنسيين. قبل هذا التاريخ كان ممنوعا على اليهود كما على المسلمين أن يسكنوا هذا الحي. ومع كادوش تبدأ الرحلة إلى عالم اليهود الخاص بدءا من مركز عبادتهم. هذا كنيس كسائر معابدنا المغربية التقليدية. هنا لجهة اليمين الفسحة التي ترونها عزة نشين مخصصة للنساء، فالنساء إذن ليس لهن الحق بالاختلاط بنا، لهن هذا المكان هناك ليصلين فيه ويقمن شعائرهن. وهنا يأتي الحاخام لترأس الصلاة. قبلتك تماما تاريخ التابوت المقدس كما ندعوه، أو هيكل قداش، التابوت المقدس حيث نضع الأسفار. أسفار العهد القديم هي أقدس المقدسات بالنسبة إلى اليهود، وهم يحفظونها بعناية تامة. نزيح الستارة التي ندعوها باروخات، نقبلها دائما، ونجد هنا الأسفار التي تعتبر جديدة، أي أن عمرها يراوح ما بين 15 عاما و20. ذلك لأن الأسفار القديمة التي لم تعد تستعمل، ثمة قانون محدد يأمرنا بل ويجبرنا على دفنها. الأسفار المستهلكة التي لم تعد تستعمل لا ترمى ولا تحرق، بل تدفن في مقابر خاصة تجاور مقابر الموتى من البشر. هنا نجد الخزنات الشهيرة كما أحب أن أسميها. الأسفار موضبة بعناية في أكياس ومصفوفة الواحد بجانب الآخر. لهذه المقابر حراسها، وقد يكونون من المغاربة المسلمين. والد خالد كان هنا، ولد هنا. تعال خالد، كيف حالك؟ خالد ولد هنا، وبالطبع كان يركض في صباه بين المقابر ويحكي عن المقابر. ومنذ أن مات والده تولى مكانه حراسة المقابر. اليوم توصل خالد إلى فك رموز الكتابات العبرية وقراءتها. كما قد يعيش في حرم المقابر أيضا عجوز يهودي متدين عارف بالشعائر، يحرس أرواح الموتى ويصلي لراحتها ويبارك المؤمنين. أنا مكت أمي من عقاب ندمي في سبيع من الصحصة حوطة بشيخة وعصمة بشيخة يحرس في هاي تكي غمره وكمور فمني مسيح وخزيب ومين مو يو باركو عملوا لي دك فوق راسه يلا أبراهام مش حاف ويعقوب دمو ويباري خدقيب المين عمل بيه أبراهام بيه سمش منيه بيحييه امين ويشمروا ويشتو امين ويشمروا برم نعيمين امين بس ليحمل الزلو امين ويحزيه وليم قلو بيشلو. من مراكش انطلق الحاخامات، لكنهم تمركزوا في كازابلانكا. من قلب هذه المدينة يدير الحاخام مونسينيغو رئيس الطائفة اليهودية في المغرب شؤون جماعته الدينية. ومن أبرز النشاطات الاهتمام بالمعابد وتعليم التوراة. ونجد في كازابلانكا الكثير من المراكز التي تدرس التوراة، منها مركز أوزار هاتورو حيث يواظب المسنون على التعرف أكثر فأكثر إلى ديانتهم. اليهودية تعني تطبيق التوراة الذي أعطي للشعب اليهودي على جبل سيناء. ويتحلق اليهود المغاربة بشكل وثيق حول مرجعياتهم الدينية التي تهتم بشؤونهم الحياتية كافة. الجماعة اليهودية المغربية
مرتبطة بالكنيس وبالصلاة، لديها كل ما يلزم لجهة الحاخامات ولجهة المعابد والمطاعم ومحال اللحوم والحلوى والمأكولات الجاهزة، وأخيرا لدينا المدافن المصانة جيدا من قبل الجماعة. إنها بنية تحتية مجتمعية تسمح لنا بالبقاء متحدين وبالحفاظ على تقاليد أجدادنا. بعض الحاخامات التلموديين الذين أطلقتهم مراكش تركوا المغرب إلى مواطن أخرى، ومنهم حييم حربون ابن السبعين المتخصص في التاريخ اليهودي، وقد استقر قبل أعوام في فرنسا ودرس في جامعات باريس، وله نظرته الخاصة إلى الشعب اليهودي وحقيقة معتقده. اليهودية هي أولا وسيلة وجود، وسيلة كينونة ومعرفة للذات، إنها طريقة حياة وثقافة، ولكنها ثقافة شخصانية وليست ثقافة معقلنة، ثقافة ممارسة. اليهودية هي أولا ذاكرة، ثمة تقليد عند كل عائلة أن تبقي أفرادها الراحلين أحياء بعد تركهم هذا العالم، والأبناء ملزمون أبدا بألا يتركوا أهلهم يموتون. بالنسبة إلى اليهودي، هذا الأمر واحد من حقائق كثيرة تتداخل مع مفهومه الخاص للرموز المقدسة التي يعتمد عليها ويعول كثيرا على شفاعتها. لا يمكن لأحد أن ينزع إلى القداسة طالما هو حي، ومنذ اللحظة التي يموت فيها أحدهم فلا يعود له جسده الذي هو بمثابة كبحة للقداسة. اعتبارا من هذه اللحظة تبدأ القداسة. نجد في المغرب مقامات عديدة أقامها اليهود لأوليائهم ومختاريهم يحجون إليها من أقطار الأرض، وتدعي رواياتهم حصول معجزات للكثيرين منهم في هذه الأماكن. ألبير زوزوت يهودي يعيش في باريس مع والدته أستير وابنته إيزابيل، وهو لا ينفك يتذكر ما حصل معه في مقام أزمور في المغرب يوم كان طفلا لم يتجاوز السادسة من عمره. إنها في النهاية عملية استئصال رئة كان علي إجراؤها، لأن إحدى رئتي كانت مصابة كليا، وكان علي أن أحتفظ برئة واحدة، وكانت نسبة نجاح العملية 1/100 لأعيش. لذلك أحضرني والدي إلى هذا المكان، وأتذكر كان مساء يوم الجمعة، مددني هنا على أمل أن ينقذ حياتي، وكان ثمة تقليد أن يوثق يدي وقدمي. إنه تقليد لا أدري كيف أتحدث عنه. خلال الليل حلمت بهذا الرجل المجلل بالأبيض وبلحيته البيضاء الكثيفة، وضع يده على رأسي وقال لي: تستطيع أن تعود إلى بيتك، فلم تعد تشكو من شيء. كان علي إجراء العملية يوم الاثنين التالي، وحين وصلت إلى الطبيب بارزاكان الذي تابعني طيلة أسابيع أجرى لي صورة أشعة، وأذكر هذا جيدا حين صرخ من الغرفة السوداء وقال لوالدي: ماذا فعلت له؟ ماذا جرى؟ فسأله والدي: ماذا هناك دكتور؟ فقال له الطبيب: كان ثمة ثقب في رئته وقد اختفى. إذا كان اليهود بموجب توراتهم محكومين بنمط حياة روحية واجتماعية محدد، فإلى أي مدى يعكس هذا النمط تاريخهم وثقافتهم؟
الأعياد والاحتفاليات عند اليهود المغاربة لها أهمية خاصة، وعنها يتحدث سيرج بيرديغو رئيس التجمع العالمي لليهود المغاربة ووزير السياحة سابقا في عهد الملك الحسن الثاني. أعياد القديسين في المغرب تتحدر مباشرة من أعياد المرابطين المسلمين. لدينا في المغرب حوالي 300 قديس يهودي، بعضهم تفتح مقاماتهم أمام الحجاج طيلة السنة ويتلقون سنويا 2000 زائر من كل الأنحاء، وثمة أشخاص لا يستطيعون العيش من دون أن يزوروا قديسيهم، ولكن الأهم أن بعض هؤلاء القديسين مقصودون من المسلمين أيضا. في أوزان وفي السويرة وابن حمد المسلمون يأتون للصلاة عند قبور الأولياء اليهود. على ضوء الشموع يستعيد اليهود المغاربة ذكرى أوليائهم وأجدادهم. الهلولة أو الحج إلى قبور القديسين هو من أبرز احتفاليات هذه الجماعة. آلاف من المؤمنين والعائلات يحجون كل عام إلى مقام وليهم المفضل. محج أوزان هو أبرز الأماكن التي يقصدها الحجاج اليهود، وحول الشجرة المقدسة في أوزان والتي لا تحترق أبداً تختلط الأهازيج والأناشيد والتصفيق الصاخب بالصلوات الخاشعة والأدعية والابتهالات. هذه الشجرة التاريخية وما يحوطها من حجارة الذاكرة محفوظة صورتها في المتحف اليهودي في كازابلانكا الذي أنشئ عام 1996. زهر رهيهيل حافظة المتحف هي مغربية مسلمة. أجل، أنا مسلمة ولكنني أولا مغربية. ما أقوم به هنا هو لخدمة الثقافة المغربية، وتاليا فأن الثقافة اليهودية المغربية هي عنصر مهم بين عناصر أخرى تشكل الثقافة والحضارة المغربيتين. تاريخ اليهود في المغرب يرجع إلى 2000 عام، ما يعني أن ما اكتشفناه حتى اليوم مثل مصباح حنوكان مع كتاباته العبرية في مدينة بيلوبيد الرومانية يفسر أن اليهود موجودون هنا منذ الحقبة الرومانية. تزامن وجود اليهود في المغرب مع إنشاء الفينيقيين والعبرانيين مستعمراتهم على شاطئ المتوسط، وقد اندمجوا بشعوب البلاد، ودخلت اليهودية قبائل بربرية حتى وصول الفتح الإسلامي. وفي القرن الرابع عشر مع الاستعمار الفرنسي كان عدد اليهود في المغرب 200,000 نسمة يعيشون في فقر مدقع ويعملون في الزراعة. سيمون ليفي مدير المتحف اليهودي، أستاذ جامعي متخصص في الألسنية، يؤكد على خصوصية الحضارة اليهودية. إنها ثقافة حية وإن كانت مصدرة، لأنها جزء من الثقافة اليهودية المغربية، وفي الوقت نفسه ذات خصوصية يهودية على المستوى العالمي. وثمة مغاربة يعملون على الثقافة اليهودية صحيح، لكنها أيضا ثقافة متأثرة بدورها بالتقاليد العربية والأندلسية وأبعد من ذلك أيضا. في المغرب لدينا تراثنا اليهودي الخاص، آخر عناصر الأعياد الاحتفالية ذات العلاقة بالديانة اليهودية. على أي حال، ثمة أشياء ناجمة عن تركيبة دقيقة، تركيبة عربية مسلمة، عربية بربرية مسلمة. نجد تأثير الزخرفة العربية البربرية المسلمة على التحف اليهودية المغربية.
في الماضي كنا نجد ما نسبته 80-90% من الحرفيين اليهود الذين يصنعون الحلى من الذهب والفضة للنساء اليهوديات والمسلمات. حين أنشأ الإدريسيون دولتهم الإسلامية في المغرب، شكل اليهود 10% من سكان عاصمتها فاس. زمن الإمبراطورية الإسلامية في إسبانيا تعززت الثقافة اليهودية، ومنذ نهاية القرن 14 لجأ الكثيرون من اليهود إلى المغرب حاملين ثقافتهم، وانتشرت بينهم لغة يهودية عربية وفن مشترك أيضا. لقد أضافوا مدماكا إلى الصرح، وكان ثمة تقاسم للعمل بينهم. لم يظهر كثير من الحرفيين منهم في بعض المهن التي اقتصرت على اليهود كأعمال الذهب والحديد. منذ أوائل الستينيات أو نهاية الخمسينيات استمرت هذه المهن مع حرفيين مسلمين، ما يعني أن ثمة تكاملاً في الأمر. رؤساء القبائل البربرية كانوا يعلقون أهمية قصوى على الاستعانة بيهود في مهنهم وأعمالهم. كانوا يأتون بيهود حرفيين وتجار إذا أرادوا أن تزدهر أعمالهم. إيزاك الدهان هو اليهودي الوحيد الباقي من حرفيي الذهب والفضة في السوق المغربي، وتالياً الخيط الذي يجمع ما بين الثقافتين المغربية واليهودية في هذا المجال. ونرى في الحوار الذي يدور بينه وبين بيبير أن اللغة المحكية في الوسط اليهودي المغربي انعكست عليها أيضاً التأثيرات المختلفة، فهي مزيج من العربية والعبرية والبربرية والفرنسية. ستجيبون عليكم الإجابة باللغة العبرية وإلا فبالفرنسية. أما المدارس اليهودية فتركز في مسألة اللغة على تلقين الجيل الجديد لغته الأم العبرية، وإلى جانبها اللغة الفرنسية. ولم يكن في الأمر مشكلة حتى تعربت المناهج التعليمية في المغرب بدءا من مطلع السبعينيات، وهذا ما أحدث شرخا تربويا وثقافيا بين الجيل الجديد من اليهود المغاربة والمغاربة الآخرين. إنها أسئلة في المادة العبرية مسابقة في التوراة. بالنسبة إلى الآخرين يوم الجمعة هو يوم عطلة، أما بالنسبة إلى اليهود فهو يوم عمل عادي وتحضير للشابات، أي يوم السبت. ليلة الجمعة ليزا خالة بيبير منهمكة في تحضير مائدة السبت، بينما ينصرف بيبير إلى محادثة ليندا ابنة خالته التي تشارف على إنهاء شهادتها الثانوية وتفكر في مغادرة المغرب إلى فلسطين المحتلة. سأذهب إلى إسرائيل، سأتابع دروسي هناك، كل أصدقائي يذهبون، لن أبقى هنا وحدي، لا شيء أفعله هنا، لا شيء. بعد الثانوية الجميع يرحلون. السبت أو الشابات بالعبرية هو اليوم المقدس بالنسبة إلى اليهود، يوم الراحة الذي حدده الرب، وفيه يمتنعون عن القيام بأي عمل، حتى الشموع تضاء ليلة الجمعة. حين يتأكد بدء السبت لا تعمل شيئا ولا تمس شيئا حتى النار،
لا تمس أي شيء. هذا التقليد كما غيره الكثير من المعتقدات الراسخة في الدين اليهودي لم يتغير في كل الظروف والحالات الاجتماعية التي عاشتها هذه الجماعة في المغرب، حتى يوم اندمجت تماماً مع المسلمين في الأحياء القديمة الملة، حيث كانت الحياة تتميز بخصوصية حادة. كان والدي يسكن في هذا المنزل، وبعد الهجرة إلى إسرائيل، لا أذكر في أي سنة بالضبط، ترك هذا المكان، وهنا كان يسكن أصدقاء لنا. المظهر المادي، المظهر العضوي للملة، لا توجد كلمة مناسبة لوصف وتحديد وضع الناس المادي آنذاك. كان ثمة اهتمام بالنظافة، ولحسن الحظ أن الجميع يتدبرون أمرهم، الجميع يأكلون لأن ثمة تضامنا جمع بينهم. ولكن إلى جانب ذلك، كانت هناك حياة روحية وثقافية في غاية العمق والأهمية. بالنسبة إلى اليهودي، ليس مهماً أن يكتب ذاكرته بقدر ما يهمه أن يعيشها. إنه هنا. أجل، هذا هو. لقد تغير بعض الشيء. لا أدري في أي عمر كنت، كان عمري 6 سنوات، ولكن فيما بعد، بعدما تنقل أهلي بين مسكنين، جاءوا إلى هنا على ما أعتقد وسكنوا في الطابق الأرضي. كان الملة مركزاً للغليان الثقافي، مركزاً ينطلق منه أدب رفيع. مشكلة المغاربة أنه لم يكن لديهم وسيلة تقنية لنقل ذلك، كل شيء كان شفوياً، ومع هذا الفيض الثقافي كان ثمة أناس يعجنون الثقافة العربية أيضاً، وكانوا يتكلمون لساعات عن نص لمايمونيد. التداخل الحضاري بين المغاربة واليهود داخل الملة يتجلى أيضاً في الهندسة المعمارية والداخلية. حتى مراكز العبادة اليهودية في الملة مبنية على الطراز المغربي المطعم بالروح الأندلسية. وقد وصل التقارب بين اليهود والمغاربة المسلمين إلى حد التمازج في الفنون الأخرى وفي طليعتها الموسيقى. المسلم واليهودي كانا جنباً إلى جنب، فيتأثران إذن أحدهما بالآخر. لا يمكن سوى ذلك. حين أغني فغنائي شرقي، لا أستطيع أن أغني بالبولونية. من أين تأتي الموسيقى اليهودية المغربية؟ من أين تأتي الموسيقى الأندلسية؟ لقد تأثرت إحداها بالأخرى بطريقة لا شعورية. أوريال حاخام شاب مغربي الأصل، وهو أيضاً مغن وموسيقي يدرس الموسيقى اليهودية وينشرها بين جماعته في فرنسا وبلدان أخرى. لقد عشت في بيئة عائلية حيث كنت أغني أولاً، ولكن كيف؟ كما كان يغني أهلي في صغرهم. إذن هذا النقل تم، ولكن ربما كان دقة قديمة بالنسبة إلى جيل الأبناء، لذلك لا يجوز الاحتفاظ بهذه الثقافة وإعادة نقلها. مركز رامبام في فرنسا والذي يديره أوريال أنشأه اليهود المغاربة على عادتهم، حيثما يحلون وفق الطراز المغربي، ويفترض أن يكون حاخامه مغربيا. نشاط أوريال في هذا المركز وما يغنيه مرتبطان كليا بالتاريخ اليهودي وحياة اليهود أينما كانوا.
كي عطا يحيش بمها بن دافيد لعاب. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدت منطقة الشرق الأوسط على شفير التقسيم، وعام 1947 أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. ومع انسحاب بريطانيا في 15 من أيار مايو عام 48 أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل التي عملت على تهجير المواطنين الفلسطينيين، واندلعت الاشتباكات بينهم وبين اليهود، وساندت الجيوش العربية الفلسطينيين، لكنها هزمت واضطرت إلى عقد هدنة عام 49 أنهت العمليات العسكرية. وتوزع اللاجئون الفلسطينيون على الدول العربية المجاورة. استمر الإسرائيليون في مشروعهم الاستيطاني، مما سبب حروباً متلاحقة لم تنتهي حتى اليوم. الحركة الصهيونية العالمية ركزت على تجميع اليهود من أنحاء العالم وزرعهم في قلب الدولة الجديدة بهدف تثبيت دعائمها. هكذا بدأ اليهود العرب هجرتهم من البلدان التي شكلت منذ القديم مواطن لهم، بدءا من عام 49 على مراحل متلاحقة من اليمن والعراق وشمال أفريقيا وبلدان أخرى. ولكن بعضا منهم لم يقتنعوا بالهجرة التي يتذكرون فصولها ولم يغادروا مواطنهم. أرسلوا عربات إلى أبناء الجماعة في الجبال في الجنوب المغربي، وكانوا يقولون ليهود القرى: عليكم أن تستقلوا هذه العربات الآن، أي في الصباح الباكر، وإلا فسيذبحكم المسلمون بمناسبة عيد الاستقلال. وهكذا فإن 45,000 يهودي رحلوا تلك الليلة إلى إسرائيل. في المقابل كان والدي، وهو مؤمن وليبرالي، أخذني إلى الكنيس، وكنت في العاشرة عام 36، وكان أمامنا رجل غارق في الصلاة. فقال لي والدي: انتبه، هذا منافق، إنه صهيوني، والصهيونية مضادة لديننا. بعض الصهاينة والسياسيين الإسرائيليين جاءوا عند الساعة 6 أو 7 مساء قبل صلاة المساء إلى جدي يقولون: غدا تذهب إلى إسرائيل. وتحول بين ليلة وضحاها إلى فقير مسكين، بعدما كان مليونيراً في الملة في مراكش. بعض اليهود المغاربة هاجروا إلى فرنسا وغيرها من دول الغرب. كان هذا جزءاً من هجرة جماعية حصلت بدافع الخوف من مصير مجهول قد تجرهم إليه التطورات الحاصلة في المنطقة ذلك الحين. نحن كنا محميين، ولكن لابد دائما من بعض من يعتدون عليك، فاضطررنا للمغادرة. وأتذكر حين كنت طفلا في 4 أو 5 عندما أحرق المعبد. بعد حرب الأيام 6 في حزيران 67 عشنا أياما صعبة. كنت في فرنسا منذ 3 سنوات، وعدت إلى المغرب لأشارك في حفل ختان ابن شقيقتي. ذات ليلة قتل يهوديان أمام ناظري على بعد 100 متر مني. نحن يهود، حتى قبل أن تبدأ المسألة الفلسطينية اضطررنا إلى مغادرة المغرب حرصا على حياتنا. لو لم يحدث هذا لكنا بقينا في المغرب.
دولة إسرائيل نشأت على طراز أوروبي ونمت بسرعة بسبب توافر المال، وكان مؤسسوها من يهود الغرب أو الأشكناز قد عقدوا العزم على محاربة روح الشرق التي تفسد الأفراد والمجتمعات بحسب زعم بن غوريون. تحت وطأة التهديد والترهيب من قبل الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية العالمية، هاجر كثيرون من اليهود العرب إلى إسرائيل مرغمين كما يزعمون. ومن بين هؤلاء لطيف دوري الأستاذ الجامعي الذي عانى وعائلته من تجربة الهجرة المرة التي جاءت نتيجة لصفقة مشبوهة. صحيح، هو بين الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد قامت بصفقة مالية مع الحكومة الإسرائيلية، وممكن أن نقول قامت بباعة اليهود العراقيين إلى إسرائيل. وعندما اتخذوا قرار في البرلمان العراقي ومصادقة الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية عن كل يهودي عراقي يريد أن يرحل إلى إسرائيل، وماذا جرى بعد إصدار هذا القرار؟ رأينا بنسبة قليلة جداً من 120 ألف يهودي عراقي في بغداد وباقي المدن العراقية قاموا بتسجيل أنفسهم للهجرة إلى إسرائيل. ولكن بعد 10 أيام فجأة سمعنا بقذف قنابل في كنيسة شمتوف في بغداد، وهذا مما أدى خلال عدة أيام إلى الهجرة جماعية من يهود العراق تحسبا من الخوف، وجميعهم فكروا بأن هذه القنابل في كنيسة شمتوف سوف تمتد إلى أرجاء العراق. ورأينا خلال أسبوعين 99% من اليهود العراقيين سجلوا أنفسهم إلى إسرائيل، أي نحن لم نقوم بالقدوم إلى إسرائيل عن طيبة خاطر، وإنما قمنا بسبب الترحيل الجماعي الذي قامت به الحكومة العراقية بمساعدة الحكومة الإسرائيلية. منذ اليوم الأول الذي قدمنا فيه إلى إسرائيل سنة 51 رأينا تفرقة طائفية بيننا وبين اليهود الإشكناز، وهذه التفرقة الطائفية ما زالت حتى اليوم تلعب دورا هاما على ساحة الصراع العقائدي في إسرائيل، وهذا نراه في الكثير من المجالات. قبل كل شيء المجال الذي يمكن أن نقول أهم ما يمكن أن يكون في إسرائيل الدراسة في الجامعات، 20% فقط من أبناء الطوائف الشرقية يتلقون علومهم في الجامعات العبرية في إسرائيل. من الجهة الثانية نرى بأن الطبقات الفقيرة في إسرائيل الأغلبية من الطوائف الشرقية ومن السكان العرب في إسرائيل. حركة الفهود السود التي تشكلت من يهود الشرق كان لها أيضا مواقف عدائية من الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل. آن الأوان لأن يصبح 5 أو 6 ملايين يهودي على قدم المساواة، لا أحد أفضل من الآخر، وفي الأساس ليس هناك دولة يهودية، هذه كذبة. الانتماء إلى الدين لا يعطيك الحق على الأرض. إنها دولة إسرائيل. نعم، أنا أقبل بوجود دولة إسرائيلية. إذا صدف أن تكون الأكثرية في هذا البلد يهودية أقبل بهذه الأكثرية، ولكن هذا لا يعني أن تصبح الدولة يهودية. يجب أن تبقى ديمقراطية، لكل إنسان الحق في اختيار دينه ويبقى مواطنا كسواه، لكل إنسان الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره ودينه. نحن علينا أن نطبق هذه العدالة أيضا على أصدقائنا الفلسطينيين. أخضع اليهود المهاجرون من الشرق إلى إعادة تأهيل قسري من قبل السلطة الأشكنازية في محاولة لطمس ثقافتهم، لكنهم ما لبثوا أن أسسوا مصالحهم ومطاعمهم الخاصة التي أصروا فيها على التمسك بالروح الشرقية العريقة بعدما شكلوا في وقت ما بروليتاريا الدولة الجديدة. بيني إهراري واحد من هؤلاء، ويمتلك أحد أهم المطاعم الشرقية في القدس، مطعم مراكش، وقد عرف كيف ينمي علاقاته مع قادة المجتمع الإسرائيلي ويكتسب صداقاتهم. نحن
عشنا ظروفا صعبة جدا هنا. اليهود من شمال أفريقيا عاشوا ظروفا صعبة، لم يقبلونا مع أننا قدمنا كل شيء لهذه الدولة، كل شيء، ولم نحصل على الكثير. في السابق خجلنا أن نقول إننا مغاربة، لم أجرؤ على القول إنني مغربي، وقد استمر هذا الوضع إلى أن أتى بيغن وشجعنا، شجع اليهود من شمال أفريقيا وأعطانا شعورا بأننا أقوياء وعلينا أن نفخر بأنفسنا، أعاد لنا الفخر. اليوم وقد تغير الوضع تماما، أنا أقولها بصوت عال وبدون خجل، أنا مغربي. ويحاول اليهود الشرقيون السفرديم الذين يفوق عددهم اليوم في إسرائيل عدد الأشكناز بنسبة ضئيلة والأبرز بينهم المغاربة أن يوسعوا انخراطهم في القطاع العام عبر مؤسسات كبرى أنشأوها في أنحاء العالم تقدم المساعدات لليهود جميعا من دون استثناء. من هذه المؤسسات الاتحاد الفيدرالي العالمي اليهودي المغربي. الجالية اليهودية المغربية التي تعد 850 ألف يهودي متحدرين من المغرب في إسرائيل حققت نجاحات كبيرة لم تحققها أي جالية أخرى. لنأخذ مثلا، إذا نظرنا إلى الكنيسة، إلى تمثيلنا في البرلمان والحكومة على مستوى وزير ورئيس بلدية، فما من جالية أخرى ممثلة مثلنا على الإطلاق. أنا سعيد جدا لأن الجالية اليهودية المغربية قد وضعت نصب عينيها أن تهيئ جيلا جديدا أفضل ليحل محل الجيل الحالي. وسوف أقول لك شيئا، سجل هذا، في غضون 10 أعوام أو 15 عاما فإن رئيس الوزراء في إسرائيل وكذلك وزراء الخارجية والدفاع وقادة إسرائيل سيكونون مغاربة. مذ جئت إلى فرنسا للمرة الأولى قبل 30 عاما كانت ثمة جمعية تضم يهود المغرب وشمال أفريقيا، وكان ممثل دولة إسرائيل يقول عن هؤلاء إنهم دون المستوى العقلي الذي يتمتع به الأشكناز، وإن عقل اليهودي المغربي غير مؤهل للاندماج في المجتمع الذي انبثق عن الثورة الصناعية. مندوب السفارة الإسرائيلية هو من قال هذا. حتى اليوم ما زالت إسرائيل تعتبر يهود الشرق أقل مرتبة من يهود الغرب، وقد أسكنتهم في الضواحي والمستوطنات البعيدة عن المدن الكبرى وفي أحياء تبدو عليها مظاهر الحرمان جلية. رغم ذلك ثمة دراسات دلت على أن كثيرين من هؤلاء يفضلون العيش في إسرائيل مهما كانت الظروف. أحيانا كنت أشعر بالإهانة وتركت المكان الذي كنت فيه لأنني رفضت أن أكون هناك، وأحيانا أخرى كنت أدافع عن وضعي أو أفكر بتغيير واقعي. غيرت الكثير من آرائي الشخصية لكي أندمج في المجتمع الإسرائيلي المكون من شعوب عديدة. أولادي ترعرعوا ويعيشون تماما كأفراد المجتمع الغربي. أنا لم أشعر يوما بأنني مغربي أو عربي. أولا أنا إسرائيلي، ثم أنا مغربي، ثم يهودي.
آخر ما أقوله أنا يهودي. في عرب مسلمين وعرب مسيحيين وعرب يهود، نرى أنفسنا كعرب يهود، ولذلك نرى بأن الوطن يأتي بعد ذلك. وأنا أقول بعد ذلك لأن الديانة اليهودية بدأت في العراق قبل 3000 سنة، ونحن من الأوائل الذي دخلنا إلى الديانة اليهودية في بابل. بعد ذلك عندما وصلنا إلى إسرائيل فممكن نقول حين ذلك أتى الوطن، ولكن الوطن الحقيقي هو العراق الذي عشنا فيه 3000 سنة. الدار البيضاء، ليلة 16 من أيار مايو عام 2003، انفجارات تضرب 5 أماكن خاصة بالأوروبيين واليهود وتوقع أكثر من 30 قتيلا. الجالية اليهودية في المغرب رأت نفسها مستهدفة، وفي 19 من أيار مايو تظاهر 1,000,000 مغربي مسلم دعما للجالية اليهودية في بلادهم. بعد تلك الاعتداءات أكد الملك المغربي محمد السادس عزمه على حماية الجالية اليهودية. هذه الحماية طالما اعتبرتها الملكية المغربية واجبا مقدسا مبنيا على مبدأ الذمة، أي حماية أهل الكتاب من يهود ومسيحيين وغيرهم. بعض المراقبين اعتبروا هذه الحادثة رد فعل على سياسة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، لكن ذلك يشكل خطرا كبيرا على اليهود في العالم. في رأيي أن رضوخ المجتمعات اليهودية في العالم لأمر ورغبات الصهاينة سيؤدي حتما إلى مشكلة في التواجد. منذ 20 سنة هنا في فرنسا كنت أسأل: أنت يهودي فرنسي، لو اندلعت الحرب بين فرنسا وإسرائيل بجيش أي بلد تلتحق؟ 9 من أصل 10 كانوا يجيبونني بالجيش الإسرائيلي. أقول لهم: لكنكم تعيشون في فرنسا وتستفيدون من برامج نهاية الخدمة والتعويض العائلي، تعيشون وضعا جيدا أكثر من اليهودي المغربي في إسرائيل، ورغم ذلك كله تخونون البلد الذي قدم لكم كل التسهيلات وتفضلون عليه بلدا يميزكم عنصريا. هذا تناقض كبير. في المقابل فإن بعض اليهود متمسكون بالمغرب وطنا نهائيا لهم، ومنهم فاني ميرجي التي هاجرت إلى فرنسا لكنها عادت لتعيش في المغرب رغم كل شيء. في الحي كان هناك المسجد والكنيسة، وبالطبع في الشارع نفسه كان هناك المعبد. حين أستيقظ صباحا كنت أستمع إلى صلوات الأديان الثلاثة. حسنا، أنا عربية يهودية ذات ثقافة فرنسية، وليس لأي علاقة بكل المتطرفين أكانوا يهودا أو مسلمين أو مسيحيين. هكذا أنا، ولا تناقض في شخصيتي، عروبتي تتماشى مع يهوديتي. ومن يستطيع أن يجسد هذا الشعور أكثر من يهودي جعله الملك مستشاره؟ خطأ، يجب أن تطلق معا. بعدما كان مستشارا للملك الحسن الثاني برتبة وزير، يتابع أندري أزولي عمله كمستشار للملك محمد السادس. في السويرة مسقط رأسه أسس أندري أزولي مهرجانا دوليا للموسيقى، وحول هذه الفرقة التي تمارس طقسا احتفاليا تقليديا يتحلق الجميع لمشاهدة هذه الرقصة الصوفية. ويتجول أزولي بفرح بالغ وسط المشاركين في الاحتفالات، وبالنسبة إليه فإن السويرة هي البرهان الحي على انتمائه المغربي وتجذره في هذه البلاد.
أمضيت نصف عمري هنا، أنا جزء من حجارتها، من رائحتها، من موسيقاها، جزء من لغتها وذاكرتها. أنا مغربي من دين يهودي، ولكن ما تعلمته في هذا البلد وفي هذه المدينة هو أن أحترم الآخر. جاري في السويرة كان مسلماً كما كنت أنا يهودياً، لديه النزعة نفسها إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى الاحترام تماماً مثلي أنا. كذلك فإن جاري في المطلق وهو الفلسطيني المحروم من حريته يعنيني، يهوديتي هي التي على المحك، سأبقى يهودياً. بالنسبة إلى أزولي، هذه الاحتفالات تبرز وجه المغرب الحديث والمتقدم أبدا. ولكن في ظل ما يجري على الساحة الشرق أوسطية، وفي ظل تفاقم النظرة التي تربط كل اليهود بالكيان الصهيوني، وبالتالي في ظل تزايد هجرة اليهود الشرقيين إلى إسرائيل التي تعادي بلدانهم وأصولهم العربية وتقتل وتهدم كل شيء في المنطقة، أي مصير وأي مستقبل ترسم الأيام الآتية لهؤلاء؟